بطلنا أبو الحروف يوما في السيرك يشاهد مدرب الفيل. هيا هيا، لقد دربت فيلي على الجلوس فوق صحن بكل وزنه الضخم دون أن يكسره. انهض أيها الفيل انهض. لكن من ذلك الجالس بين المتفرجين؟ إنه خربوط الشرير بنفسه يدبر حيلا جديدة. سترى من يدبر حيلا ومن أذكى من الآخر. أخرج خربوط جهاز تغيير الكلمات وضغط على الزر نحو كلمة فيل وانتزع حرف الياء من الكلمة واستبدله بحرف الواو محولا كلمة فيل إلى كلمة فول. ألا يشعر هذا الخربوط بالخجل من نفسه؟ هل يكتشف الجمهور الخدعة؟ هيا يا فول انهض. مرحبا يا أمي، أنا أبو الحروف. أقوى من الشدة، أطول من المدة، أحد من السين، أهدأ من السكون، أسرع من لمح العين. إنه الرجل الطائر، إنه الرجل العجيب، إنه أبو الحروف. أبو الحروف ينتزع الياء المفقودة من قميصه ويضعها بدلا من الواو في كلمة فول محولا إياها إلى كلمة فيلا ثانية. عادت لي وظيفتي، والفضل لك يا أبا الحروف. انهض أيها الفيل انهض. عندي أشياء أهم من مشاهدة هذه المهزلة. ها، ما الذي يخطط له خربوط الآن؟ حاولوا أن تعرفوا ما سيحدث، ولذلك تابعوا الحلقة القادمة من مغامرات أبي الحروف.